إدير عاشور المنسق الوطني لمجلس ثانويات الجزائر عن عمر ناهز 50 سنة إثر سكتة قلبية بعد مسار نضالي حافل بالمواقف التي جعلت منه صوتا حر للعمال وشخصية بارزة في قضية الأساتذة المتعاقدين دون باقي النقابات. سارة صبري. شاءت الأقدار أن يعيش جزءا من لحظات التغيير الذي صاحب الحركة الشعبية عقب نضال دام سنوات. لم يكن دفاعه عن حقوق العمال يقتصر على فئة الأساتذة، بل لقب بالمدافع الشرسي على حقوق الإنسان. إدير عاشور أستاذ مادة المحاسبة، المعروف في الوسط التربوي بمبادئه وخصاله التي انفرد بها، لم يرضخ يوما للمساومات. غلب مصلحة العمال على مصالحه الشخصية، رفض ترك قاعة التدريس بعد قرار وضعه تحت تصرف النقابة التي لم تعتمد رسميا حتى سنة 2013. بفضل نضاله باعتبار أنه تولى قيادة المجلس عقب وفاة عصمان رضوان مؤسس هذه النقابة، لتكون نهاية مساره مشابهة لزميل دربه الذي توفي بسكتة قلبية. ولد إدير عاشور في 23 أفريل من عام 1967 ببجاية. كان سباقا في تبني قضية الأساتذة المتعاقدين، واعتصم معهم مفترشا الأرض لعدة أيام بمدينة بودواو من أجل تحقيق مطلب الإدماج، لتلتحق بعد ذلك باقي النقابات. عرف بنضاله السياسي في حزب العمال الاشتراكي. يغادرنا اليوم إدير عاشور إلى مثواه الأخير إثر وفاته بسكتة قلبية، تاركا وراءه نموذجا عن نقابي أخلص لمهامه ليكون صوتا حرا للعمال.